نود أن نحصل من حضرتك على استقراء فيما يتعلق إذ ما كانت بإمكان الأمم المتحدة أن تتدخل في هذا الملف ولربما تؤثر على القرارات الحكومية. نعم، يجب أن تتدخل الأمم المتحدة بهذا الموضوع، ويجب على الأمم المتحدة أن تعرض هذا الموضوع إلى مجلس الأمن لأنها إبادة جماعية. العراق تعرض إلى إبادة جماعية، هاي تعتبر من ضمن الإبادة الجماعية، وهذا ممنوع منعا باتا إخفاء القسري، زين، خاصة في ظل نظام يفترض أن يكون نظام ديمقراطي تعددي يحكمه القانون، يفترض، يعني إذا كانوا يقولون نحن نظام ديمقراطي، ولكن لا وجود للديمقراطية ولا وجود لتطبيق القانون في العراق لما نراه اليوم. وإذن يجب على المنظمات الحقوقية تحديدا وأنا منهم، يجب علينا كلنا أن نرفع تقاريرنا إلى الأمم المتحدة لأجل أن تكشف عن المغيبين وتكشف عن مصيرهم واتخاذ قرار أممي من مجلس الأمن بهذا الشأن.